الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. أيث مثل تسمتين المشركون غد الطفان نوفا يجي داخل ثمورت فراي الغرفة سلام ربي ذن فيها في اللون أكيد انتوغاليا الدورث النوفا المنتشر عيث إيش قردش ينام تيريرين أف إسقسين إتشيقام يتساوي لث أكيد إذا غندي صورة سورة ثقينية ينا ذن يعنان تشرعيث التصدق سن يعنان تشرعيث من لندك سن وذاك يعني وإذا كنت الطرف أول له النصيحة وإن شاء الله المشايخنا والأساتذة نام دكاترة سوى فوذ استوفق سيد ربي سبحانه وتعالى أثني سلحق سيد ربي أنا ذايقين إن تحلفوا قوين قوين إن نتمني لي الغاشين باللي الفايدة قيم الحمد لله أطاس نسبة ثمان ثمقار ديكس السابة دار سيد ربي سبحانه وتعالى ألف غينا ديكس إن في الحرب أنا غسقين الدكتور بوعلم جوهري ستاوي ثم في قيث نسوف في سك مرحبا الله يسلمك يا شيخ أكي غد دوار بعد الدوار إذا غفر أقلع دوار غسقية أنا من دل أقلع الشهر 12 شهر محرم ديك سي إستهير ندوز العادة سوفون ديك سي العشور ماذا بنا أما كنا نفد أفريزي بوسام ولو ذيك ولا ذا اسم كثير ذا ذكر اكثر وسلم ذو مشي ذا سكن العباد امين وسجل ولكن العالي ون اكاكي مره لمره ادي مكثير وين كسنن اذا اللهم بارك وين سنرا اول مره ادي سلوايك السؤال ام زوارو انا مشيخ اشو انا وي صورتي انا وي أنا ويدري من إلى إلى أنسوف في ذيك سنة الزكاة. يعني أنا أشحال أنا ويصورتيني ونسوف على ذيك سنة. إلى كلا نشيا كالنوع نشيا ونسوف على الزكاة ذيك سنة على عشرة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. ثانية شيخ صايب الحج إن شاء الله نسعد إلى نروح حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور تبارك آمين يا رب العالمين. الشيخ الأموال الشيء غادي يفكر رب العالمين سبحانه وتعالى غجلس وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وأنفقوا وآتوا من مال الله الذي آتاكم ذاك لنسي ذي ربي عز وجل أن سفر الزيس أنت يا لنوع الصناف نشيا يفر الزيس رب العالمين سبحانه وتعالى الزكاة ثمن زوث الذهب الوحيد والفضة والذهب الوحيد الفضة أسمي الله النبي صلى الله عليه وسلم ذي الحياة يعني ذي زمان النير ذوي ذاكي يتسدون للسوق ذوي ذاكي لن ذي صورديا لوان النير أرنو يسمى الله يوان يجمع على غني صور ديني سيرثنا الذهب الوحيد ضد الفضة ثقاريا نقرض غن الأوراق النقدية غين يعني لندي صور دي الذهب الفضة الوحيد الأوراق النقدية أسنى أرنو غرصن عروض التجارة خريق لندي السلعة ولو كان يوان يزنزون أعقن ظلمت نغذي الملح ما يصوت يزنزو البطي ما أثنى يزنزو العقارة ثاني يزنزو وكال يزنزو الطوموبيل ثاني إلا من مرة يعني يرسد السلعة البيع والشراء وإذا غنث على تمثال الزكاة تمثال تطنين إلا أن الصنف تطنين ذي السفوغ القاعة أي السفوغ القاعة سين الصنف إلا الزروع والثمار أي إلا يعني التفلح إلا وين السفوغ القاعة ذي المعادن نغي وين ربما يتغز ذي القاعة يفان الكنز مثلا يعني إلا وث يمطل الغرس والدايس كفليثيد يفاس وإذا غنثث وجب الزيس الزكاة الصنف وث ثلاثة ذيني إلا البهيمة من الأنعام ذا شو الأنعام نكنا الأنعام إلا نغرغورنا يعني عنا نتغيك المحسوب خطر ذي ثمورة الجزائر نسعى لغمان نتربي المال الحمد لله هذه ربي عز وجل ويدعمنا النبي صلى الله عليه وسلم البركة للأنعام خاصة أغلمين إذا ذا شيء يعني الزكاة غرنا أغلمين ذو معيز الغنم إصغار مستعرف الظأن والمعيز يمكن السقويث نقرأ أغلمين وحين ذو معيز غرنا قريم غرنا إلغمان
ومن بعد ثقيم يوث الحاجة يطلين دار يعني يشوف أنا نشتهيها أين الدين الفن تورث كاري ربما ضيوت الوقت نهضر في الناس السندات هي الوحيد الأسهم هي أسمى ريوني هشام يعني ذا شريك يعني خير الأمور وإن كانوا ريفانا باللي ذا صور دين خير بصح إذا باللي سعى رأس المال يوث الشركة كان يوث المؤسسة أن إذا نزمر دني إذا غن أنشتني فرض الزيس الزكاة هذا شو الحوايج يجوز فريضة راه نزيس الزكاة ذا يستخدم ولا نعم كي تسمح الصدق تسمح بشري الا مثلا ام القطن نعم ام القطن مخالف تزويق شوف ثورة العلماء ثورة قرند بالدين انا نقول لك الا الصرف اللي داني الحاجز كان الزرع والثمار يعني لا يعني المذاهب الجمهور العلماء قارن باللي غايدي في ذاك الحديثين نزمر يعني الحبوب هي مثلا اي تغيمه يعني سجاس غرويط اللي نزمر تنجمع وانما ابو حنيفه يسوسع الحنفيه سوسع يعني كريد السفوغ القاعه يعني نزيس الخير هذه السفوغ يون الزيس يارس يعني القطن يارس القطن خاطر ربي سبحانه وتعالى ماشي يفذرت كان يعني ان دايد السفوغ القاعه ربي سبحانه وتعالى سوره الانعام يقارد هو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والنخلة والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولات يعني الجنات يعني غير إلا مرة تبحث السفوغ ديال الغلة كي يعني السنفع الزيس ومذان يزمر يعني الأمر فإذا العلماء الزمان النظر رجحن يعني من بينهم الشيخ القرضاوي ويخدم يعني البحث ضل قران الدكتوراه يعني يخدم يتمثل الزكاة فقه الزكاة قرن العلماء من أعظم الكتب يعني ممكن يتمثل الزكاة قرن باللي أين السفوغ مرة القاعة الزيس يعني الزكاة نعم الشيخ يا آمين جماعي كم نتكم وإذا كل أين ولا قار الزيس زكاة نغوث وجب الزيس زكاة دايما يستخدم يعني هو مذان يسعى الهيشة يستخدم يسعى الطوموبيل يستخدم ولو كان يستخدم التجارة يسعى خير الله يسعى سنة ثلاثة طوموبيل يسعى كم يوم يسعى الكار مثلا خام يجزد ولو كان يسعى سنة ثلاثة يخام يعني بان بالليل يستخدم مثلا يتمزدوغ تيزلغي ماشي بنتني وكنتني الزنزة أين يملك يلعب ذا الأثاث دخله خامس ولو كان يسعى لفوتي مثلا 50 مليون 100 مليون يسعى التلفزيون 20 30 مليون تولى كسبان الغاشية ولكن أين ذانا باللي مستعمل ذا الأثاث ذا اللبسة ومذن ولو كانت تيلي غليت يعني الواحدة غن ذا الحولي نتمطوط ولو كانت تيلي غليت مالتي ذا النية يقل لا نزيس باللي يوكنت تلوسوس كان ماشي يوكنت أتحرزيت يعني يخلى اللوان بشري الضيق أنشتي يعني ولاش زيس الزكاة أكيد باش بخصوص السؤال كي السؤال ويسي نعم ما هو النصاب اشو اسم النصاب معناه القدر اش كان تصور سيس انسف الزكاة ثورة كل الصنف إذن في ذلك يسعى النصاب ذا شو المعنى النصاب يعني ذا الشين غريرة ثوطت أكي عد ربي سبحانه وتعالى ذا مركانتين ما إلا ثوت تنشتني سي التساوي انت عندك ذا مركانتي ما إلا ثوت طارة وكي عود ذا مركانتي وثفري ضارة في الله الزكاة فإذا يشين يقلن يشدد غير وذرين الوحين السلعة عروض التجارة صغار ولو كانت السلعة على ثيلين تسام قرانت لكن إذا نقار يعني مثلا العبد يبنو يخامن يزنو زوثن نغي تساغي خامن يزنو زوثن يتساغ طوموبيلات يزنو زوثن يخدم التجارة يتداول يعني السلعة الوحيد الذهب الوحيد الفطان الرسول صلى الله عليه وسلم إذ ذرد باللي أنشتهي 5 أواقين 5 أواقين يعني 20 دينار ذهبية كل دينار يخدم 5 غرام من وشكا ثورة قدرت العلماء 85 غرام من الذهب أنشتهي وريت في الدلالة ومن بعد كل يسقس أن قدر شحال يسوى القيمة نوغرام يعني من الذهب إما اللي غادي نسوف شحال الزكاة يمكن اللي غاسقسي يعني وزارة الشؤون الدينية والأوقاف يعني الواحد الشركاء الاقتصاديين دوش تسمع عمل قدر يعني اجر من الذهب 5900 دينار 590 الف يكسوا غرام من الذهب مالا ثنوت في 85 اغدي في 50 مليون و150 الف 500
ويعني والف و500، 501500 دينار، 50 مليون و150 الف. وين يقصرت يسعى انشتا راني غيخسر، يعني يعدى 50 مليون و150 الف، هي تفرض في الناس الزكاه ما الا لا غنير اللي ندير يملك. على كل حال النصاب خطر في ذاك عيد في ذلك مره الشرط هذه لي هو يبلغ النصاب، ومن بعد دورت في الناس وسكاس انا قال لي وثن الحاجه انا الشيخ نقصنا في الحوايج انا قال يعني اين السفوغ القاعه ونتفرجوا لي راه ما يزيدوا سكاس حقه يوم حصل يدي قرص ديال ربي الوحيد اين راهي في وين القاعه يعني ترى ذاك اذا نقرا كل كنز يتغزي هنا هذه بنو خام غادي تقلد تويزتين مثلا ذايا اني ريم هذه السفوغ الزكاه وسي قرار رجود يعني ما يزيد وسكاس في الناس وين المقدار يعني السلعة ذي الذهب ذي الفضة الواحد يدري من 85 غرام من الذهب ما إلا نزيد مثلا غروين السفوغ القاعة الزروع والثمار. الرسول صلى الله عليه وسلم قارد لا صدقة فيما دون خمسة أو سوقين لنا الوسق ذي الخيل يعني أم الكسير أثنى تشارس الحاجة وي ذي الخيل مثلا أسمي الوسق أمجن النفير أمجن قد قد الضوء تغار ونشتاي بس تنفصل مليح. الوسق ذا شو أشحال 60 صاع الوسق 60 صاع الصاع ذا شو ضربعة لمدة النبي صلى الله عليه وسلم ذو اني نقار مثلا ذو الفطرة أرى نفكي يعني شهر من رمضان نقار العباد ربع مدة ربع مدة يعني واني بغى نتي السفان ذو القيمة أثن أزد ورين القيمة واني بغى نتي السفان يعني ذو الماكلة ربع مدة من طعام أهل البلد يمد نكايا تقريبا خدما زوج كيلو ميتين أرمد زوج كيلو وربعمية أين راغي جنادنين الوسقيين يعني ثوري مخلف. على كل حال النوع الصنف رويطن انتو ما الا نتشار الكسي نتشورث مثلا دير ذن ماشي كنا ريازن ما الا نتشورث ذا زمور ماشي كنا ريازن ما الا نتشورث يعني ذا الرمان ماشي كنا ريازن ما الا نتشورث ذا التصمر. ولكن مقرر نشطو حكا ادنيني الوسق يخدم تقريبا 120 كيلو ارمذ 140 150 كيلو تقريبا هكا اين راه يجينا دنيني باللي الخمس او سوقيين ارمي مني عدا 6 قنطار و20 على الاقل 6 قنطار و20 يمكن يعني يعني خاصه الجهنه وخاصه نقلا غادي لوانيس لا غنير ذا زمور الشيخ ذا زمور ما الا العبد الصوت يجند لازم يزن يعني قبل الذي يوين لازم المعصرة وقبل أن يوضع المعصرة وكنا في دي الزر لازم هذه الزر شحال يجوزن ما إلا يعدى 6 قنطار من 50 كيلو هذه يعلم باللي فرض الزيس الزكاة وإذا النصاب جاينة السفوغ القاعة من الزروع والثمار خمسة أوسق يعني 6 قنطار من 20 لما 6 قنطار و50 سيدي إذا ما كان من باب التيسير أدني 6 قنطار و50 ما اللي جنا هو أكثر 6 قنطار و50 هذه علم باللي توجب في الناس الزكاة ما إلا يعني عنان تسوف غيثي ذا القاعة كني ذا الكنز يعني مثلا ذا الكنز يوفاث يعني هو القاعة قارن دوين ولاش الزيس النصاب يوفى ذروس نغ يوفى خير الله هذه زكي الزيس خاطر اللي نعتبر وكني غزياف ويخدم راه يعني تساوي لي وكنا في دياف يفاتك كمصادفة وهي هذه زكي نزيس ومن بعد ناس يعني غير المقدار ما الا ذا المال الحيواني يعني نكسب كيحسب لي في اللحن النا ما الا ذي الغمان اقل النصاب باش هذه عم بيون فرض في الناس زكاة الزيس 5 الغمان ما الا ذا القرية اقل النصاب وقبل من 30 وريت زكاه ما الا الصوت يسعى 30 يخفاون هذا يعلم باللي تفرض في الناس الزكاه. واقل النصاب يعني يغلب ذو معيز لازم نعلم باللي غلب ذو معيز نسدوك ولي ثم نحسب النصاب هذه يسعوي وان تقطعي من المال ذا غلمي فاقطعي ثم نطني ذا نتغضن هذا معيز لازم نسدوكل مرا نعدي ان نسكير نسدوكل مثلا يسعى يون ادنيني 25 ولي يسعى 20 نتغطن اذا شحال يسعى شيخ 45 ان نحسبك كماشي 25 ما نسن 20 من تغطن ما نسنت وانما انسدوكل الغنم يضأن يعني والمعيز نسدوكل لانه اكل الصنف من الغنم يتعد من الفقهاء اقل النصاب اسمراء يملك يون 40 ما يملك 39 ويفرض
الاستضاره في اللاس الشرعي وكنا دي زكيه ما الا الصوت الرعين تساوت هذه يعلم باللي فرض في اللاس الزكاه. إيه والله اعلم. غير نوض المقادير. نعم. مقادير المقادير المقادير ديال الصنف هذا نبداو خلاص ما الا نزيد غروين الا ذا الذهب الواحد الفضه ذا السلعه عروض التجاره الواحد ذي ذريمن هكا عروض التجاره الواحد ذي ذريمن واذا كاين اثن السدوك الواحد ما الا الذهب الواحد الفضه يا اما يكنزي ثيون يا اما يخدم زيس التجاره بصح ما الا الذهب ذا الفضه نتمطوط مثلا تخدمي كان يلحو لي يفسدوك لا زيس النيه يوكل تجمع الثيني السيدري منيس يعني وادي مغور اللي داري منيس زيس يعني ما الا فعودي في الحولي كان ولاش زيس زكاة ولكن ما الا يسكن زيتي هو يحرز زيتي وكني غادي مغور وادي يفتي ودري مني كل ما انا غليني صردي نستسالي القيمه نذهب نستسالي القيمه الفطه وذي زيس زكاة اشحال راه يزكي يبون الشيخ هذه يجمعي كلين ساعة وهذه زكين ربع العشور 2.5% يعني العملية المطير كل مليون 25,000 ما إلا يمقرن يعني مزمرنا على العملية وإذا كي إلا السنين الدمن يعني أميرو أستيلو أسنيني المبلغ النير في 2.5 تقسيم 100 إن يوث العملية سهلة ماطي ماطي المبلغ النير ساعة ونسدو كل ثلاث مرة هذه يجمعي كلين ساعة أي يجمع ذي البنكة أي يجمع ذي الجيبس أي يعني مبلغ يشمس دول وكان قبل يعني الموعد الزكاة السمانة مثلا خطر إلا الغلط خدمة الغاشي راه كاينين يعني غوري 40 مليون كشمان دغور سن شهر مازالو دي الزالة في اللاس نو سكاس أسنيني ما إلا غيلين دير فوطت هي كان النصاب سكاسة هي ذا غني فوطت النصاب خيري قلان يعني داو الحيازة ينك لازم تزكيت في اللاس ولو كان غرس يون واسد يخشم وقبل الموعد الزكاة ينك العملية أين تسعيت مرة وتكستينك تسايل الغاشين أين لا تسايل لك في الغاشين وزيت منك ترى ولو كان ثاني جريفة سنيك أثي تكسط ما إلا نتملك النصاب تعدت يعني 50 مليون و 150 ألف نسجة سير أتقسمت مباشرة على 40 تقسيم 40 المبلغ تقسيم 40 أذكر مثال مثلا 70 مليون إكس عاي ون واسمري يقدر يوني ساعة التاجر مثلا عروض التجارة أثني قدر بسعر يعني الشراء أريلين يزمر دي الزنسيس ما إلا يتغفد بسعر الجملة يرنام بسعر الجملة ذا غنين بالسوق لازم دي عودة دي رنوها في قدر ما أين يظهر باللي بثمن البيع وهي يعني ذي الغيب لأنه تعلم ترى هل يترى الزنس الفيدان وزن زيطرة وخاصة أنه زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولاش التسعير التسعير أي يعني أكني القاتورة مثلا لفارماسيا ذا وين مثلا 20% السكر لازم دينز كذا وكذا السميد لازم دينز كذا وكذا ذي زمان نقدر يعني أشحد الفايدة ونزكي هكا ولكن ما إلا ذي الحاجة القماش مثلا السوق يوني تروحوا السوق تساوي الخضراء تساغدي لا غير ذلك أنشتايا غادي يقدر فقط السلعة سلقيمة ينس يعني غير لا تمسغاد سياس وهذه ضمة كان يدري منيس نفكاد المثال نناد مثلا ما إلا يوني يوفا 70 مليون تقسيم 40 هذه فل 1,750,000 أريبود يعني غد الزكاة ويقل المقدار عروض التجارة الوحيد الذهب الوحيد الفضة وحيد يعني ذي ذريمة نعم إذا يوصل فهذا الذهب في جماعة الخالف يشبه حد زين سيث مغربي المناسبة هل وقيم نصف هذا الزكاة حتى اللي انت ذاكيك ساعة خير الله مش ذا قرام الله يبارك لا تلا لو إذا كان مئات القرام هل تيجي السفرنت العشور أفتها فاقيم يتسلو سلك المناسبة في المغرب ولا في الفرح الشيخ مذهب الإمام مالك ما إلا فمطوط تعلم النية باللي غاين الساعة ذي الحولي ولو كان الساعة كيلو أكيلو الذهب ني حتى دلارماس يعني تسعة لي ديامون تعلق لي ديامون لي ديامون غليثن يعني ها يوم ديامون يزمر الحال يعني غادي يسوم ربما مليان يعني ها ف ما الا تعلمني فقط باللي ثلثن الزينة التزين يعني وكنا تشبح لي السنيمانيس ولاش الزيس زكاة على اختلاف المذاهب خاصة الإمام أبو حنيفة الإمام الشافعي ما إلا فوت الزيس الإمام أحمد كذلك ما إلا فوت الزيس يعني النصاب تعدي 85 جرام من الذهب فرضا في اللاس زكاة ولكن المذهب النغني كليان ولاش الزيس زكاة ما إلا العبد يتسلى عن صور دي نصغر ريف سد ذهب
يخزني مثلا لا كلا ثورة مثلا تبدل تنسي العملات الأجنبية لا كلا هذا يروح يصور دين مثلا مثلا ديال الذهب مثلا ديال الفضة مثلا يسرس قريف وإذا كي وجبا نزيسن الزكاة ما إلا لا غني ثمطو أسنف كي يعني في هكا ما إلا ثغاد الذهب نغ الفضة تخدم النية تشرك باللي إثامة أثاث تعليقه وإثامة عقليين جمع غي صور دينية وبالك أثناء حواج غير غير ذلك فما إلا تشرك النية غير تعلد النية النية باللي أن تجمع والتجمعي اللي ستسخزنا أجمع غير لس على الشورى كنقارن يعني غير غير ذلك في هذه الحالة ما إلا يوط النصاب فرض زيس الزكاة. اللي يسألك امكان معمل الطرفه وكريدي كيف انت عم عطلنا بالك اللعب هذا الصوت دي سنه برا جمعنا لها يعني والسوري ورا محسوب وزمر هذا يضمن باللي ابيض على ذاك الشمن امكان معمل اذا ابطال وين ريزكين يعني يود يصورديا الى غاشي لا نسين الصنف والطار إلا أرطل رتفكت العبد ريلين يسعى عند الموسير يحواج يستخدم التجارة يحواج المهم هذه السوسة عشرين إلى غير ذلك ماشي غير الاحتياج لو كانت تروح تستوطبت مثلا في تورثيس في أي وقت يزمر يعني أكثني ديفك الفقهاء نالت باللي ما إلا أرطل ينفكت العبد إلا عند الموسير ونعلم باللي في أي وقت نزمر تدنر وين أثنزكي أن النوم أثنسدوكل أما كن نجمعي ثغور نظمريث ثورة مثلا ما إلا 60 مليون جيرثن ديك وخا نير جيرثن ديال البنكا نير فكي غاسني يوني الا في اي وقت زمان غاسني قدم غار غورس في هذه الحاله اكني غير نسرس غار غورس اكني غير نسرس غار البنكا فاذا هذا زكي في الناس ما الا على المعسر يعني العام ذا ريالين تفكي تاسي صور ديال ومن بعد لو كانت تروح تستيني تفكي ثاني دوري زمان انا كثني ديفك وكثني ديس قطور شطوح شطوح هكا يعني سلعته بضم قران زي مذهب الامام مالك يقارب باللي اسما ردو غالا سكوت ما ردو غالا الناس يحسب يوان باش هذي يعلم هل يا ترى عبد النصاب ولكن ما لي عبدي غادي يزكي وثني تزكي راه وي ذاك النيه كل ما راهم بعد كشمن شطوح تشكال هذاك الشمن كان هذه السفر الزيسه تشكال هذاك الشمن كان هذه السفر الزيسه ربع العشر وزني وزني رنو غادي صور دينيس ماذا ينتزيد مثلا يعني في عشر ثلاثين قرن كنين يزيد الاوان نيك النوم السفر الزيس الزكاه هذه يعاود ثني زكي فاذا ولو كان طولا مثلا 5 سنين 10 سنين وثني دير انا وليت زكاره في اللسن اثني حسب النصاب ولكن اثني حسب هذاك الزكاه أسمار تكشمن ولو كان بعد 10 سنين أثني زكي وثنتكلت ومن بعد أثني رنو غاري صور دينيك ساعة ومن بعد أسمار دي تلوان جيج النوم يعني يتزكير هذه عاود أثني زكي الواحد صور ديني ساكن مالك يا فربي آمين إذا أنا قولي دي نوفان ذاكرة كان في مسلم تزامس الاقتصاد لابورس لابورس البورصة أتصبيت مثل نظرة مع بان حملنا استمر ذلك هذه يغلي زر يا لها تمثل في السنة تسعى لذلك المغامرة ولكن لذلك الفايدة الثانية عن الأخر ويث مثل نجيا يتمع مالا خطر زر عن يصور في ريس هذا هو نوكسي دي زاكسيو أسو أم كايز كين أم كايز كين أولا الذي علم أي قوة النصاب ومن بعد ما إليه يزيد لا غني أي قوة النصاب اللي علم باللي تفرض في الناس الزكاة الوالي نوع الشركة ما إلا الشركة يقول لنا تعنا ستفلح يعني زمان تيري أكسيونير بصح الشركة نتفلح مثلا يتزال الرياض مثلا يعني بين تفلح وين الزكاة ينسى الشيخ أم الزكاة الزرع والثمار يعني غادي يقدرين ساعة يعني ذي صرديا ذي الأسهم اللي من بعد ده غادي نزيد غادي يوم المشكلة طني غادي يقدرين ساعة وفي زكية يا إما نصف العشور 5% ما إلا يتنعتسب يوان العبد في اللاس يعني يوكن أدي السيمو يعني غاينا السوفغ القاع عمير 5% ما إلا يتنعتسب لا ذا من تمقوي مي كان سواشين السواين الزكاة زيس 10% هذه زكي دي صورديا ولكن هذه زكي 10% ما إلا تنعتاب في الناس وكنا في السوان هذه زكي 5% ما إلا الشركة إلا صناعية الشركة إلا صناعية ذي هذه زكي كم التجارة يعني 2.5% يقيم المشكلة في تكملة دقيقة غير يقيم إن شاء الله فالشركة اللي نرى نوالين هل يا ترى يون
يخشم يوغان لي زاكسيون ومن بعد يتمعمل مال الوحيد الارباح اللي فقط الارباح ناغ يزنوزا يتساغ لي زاكسيون، يعني كل اثني وغان لك شهرين لي زاكسيون الشركه يزنوزيت من بعد سمانه ومن بعد ذي غادي يزكي في الاسهم اللي كومبلي غادي يزكي في السهم كومبلي غادي يقدر ولا يقدر الارباح ينس ولا يزكي يا اما 2.5% ما الى الشركه الصناعه ناغ 5% ناغ 10% ما الى الشركه ما يشدن غير تفلح ما الى يتمعمل وحيد الارباح الاسهم يسقي من 5 سنين 6 سنين 10 سنين انت الشركه اللي كان يتدم بالارباح وهي اللي يزكر في الارباح اللي كان اما اللي كسع انا خا يسكرات اخا من يريد زكيره في الناس هذه تزكينا في فين دي سكشن هذه زكينا في الفايده غا في الارباح يا فرق الشيخ دوني امين جماعه يا خاصه مسؤول هذا كي زين ينفع العمل غاشيه سؤال ما ينوث يعني انت دبسه وان شاء الله هم تعطينا من نوفاتي دكتور غير نسالي نوفات دائما سميتي لادريس ليميل tv4@ntv.dz المنير النوبة دي تدون بقاو على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.